جيت شد معنا فاروق ما يعمل شيء اليوم هذاك يقعد على كرسي ويحط ساق على ساق ارتاح دكتور راه مش شوية يفضلك يا بحر يفضلك بسم الله الرحمن الرحيم ماشي كان جات امك راك معاني تيش هكاك يزي مرك هاي سبقوا انتم تنخلت عليكم اسمعني تقابلوا في الكورنيش قلت نعم بيوم تريح كاليس شنو رايك انت انا وشي غيت فهمنا العشاء باش نبنكو في الدار مش قلت عندك رانديفو مع سلك الوحلين مازال في تونس توك يخلي تكلمني اسمعني من غير ما تشلق حكايه الدار هذه برجليه اش بك طيرت لك منها انت خويا شي عيفتي حتى ما ذهبنا حد ما لقيتش باش نصبر روحي خوك اجيت هاي بي اتو تاي دوسمو je suis son aide soignante je ne peux pas la laisser seule elle me paye pour ça ça va Juliette t'inquiète pas tant que je suis avec l'autre fille je serai bien دوسمو سلام صباح الو تفضل يا عفيفه تفضل فتحيه تفضل مبروك يا دكتور عايشك اش احوالك يعيشك ربي يفضلك عسلامتكم يا جماعه لاباس عليكم مبروك مبروك على نجاح وليدك يفضلك ان شاء الله بالحياه وطول العمر يفضلك مبروك يا سي رشيد على نجاح وليدك فرحين ديما ان شاء الله يعيشك يبارك فيك يعيشك فتحيه ان شاء الله في حجه يعيشك العقبه للتعيين يا دكتور ويحطوك في بلادنا ان شاء الله يعيشك ان شاء الله يعيشك اسمعني العشاء الليله عندي ملا ليه كيما نفرحش لولدي لشكون باش نفرح قل لي تحبش نعاونك في حاجه هاك تمشي للكوجينه تاخذ السواني باش تغسل لي الدوار حاضر حاضر لا حاضر حاضر اي تفضلوا On va chez toi. Ça va? Tu te sens bien? Oui, ça va. Mais désolé, chérie, je ne suis plus chez moi. Le propriétaire m'a mis à la porte. Mais pourquoi? La vérité, il en a marre, le mec. Pendant 2 années, j'ai pas payé le loyer. Imagine. T'inquiète, chérie, je vais tout régler. Et si on le paye 1 année en avance? Moi, je ne compte pas rentrer avant l'été. Je serai de sa mienne. انا كنا نقدر نجبد لك عينيك مجانيش نخلص معك بس انا هم لطفي ديزولي بيبي جي دي بتوي مون انج خبزه مره صاحبي الله يكون في عونك خويا لطفي طايش ابو حميد طايش شو كان دبرك فاش تخرج لبرا خيلك من هالمرميده مش سهل حتى طرف البرا راه ماني سبق لي وخرجت بكونترات اخوك قعدت 5 شهور ومن بعد رجعت كب تشوف فيه اون بلوس انا اخوك تربيت في العز لهنا واستنست باللوكس والكونفور نتاع الوتير صعيب كان نجم مزير انت يساعدك تعرف بالدنيا نتاع الخارج عندها دوبل ناسيوناليتي خدمتها امورها واضحه خارج جيب ربي عايش في البلاد وتشوف فيهم على عينيك دي كل محرنه واخوك مخلط كان على الحم الشارف تضحك طيح صادق كما طيحتني صادق الله يتوب عليكم يتوب علينا وعليك اضحك يا ابني يا ربي العمل عليك يا سيدي بابا الله عندنا 120 كيلو راتب بابا الله 10,000 و500 10,000 و500 11 دينار و500 12 دينار و5 12 دينار و5 13 دينار 13 دينار و500 على الغول 13 و5 14 دينار 14 دينار 13 و5 الزرقاء الرود هيا سي خليك ان شاء الله مربوحه هيا تفضل يعطيك الخير بالشفاء اش بيك مقلوبه عليا كان ماكش فرحانه بجيتي خنقوم نروح قلبي معب عليك مش الطرشك يا
عجيب دليلة، فاش قام هذا كله شعمت لك انا؟ قولي يا اخي خديجة بنتك وانا مانيش بنتك، قداش عندك داري ما حفزتهاش؟ انا اللوم عليك ولا انت تلوم عليا؟ انا مرا كبيرة وركيب يخليه بيا. وا اي ما قل نور الدين يجيبك على الكاميون. لا لا نور الدين اكثر الوقت في البحر، ما نحبش نتقل عليه. يا لله استنست بالعز ماله، كان عاتي ربي. اش فيها؟ جمعه عندها وجمعه عندي. انت يا قد ما قرقت بيك باش تبات بحذايا الويله وتقول لي لا. نقول لك لا وستي لا. يا لله يا لله نور الدين عامل لي بيت على ذمتي قد القلعه، كنجيب بحذاك باش تلوحني. ليه بنيتي؟ انا مرا حاجه ونصلي، لا نحب شكون يعفسني ولا شكون يوسخ لي فرشي. اش قلت لك انا؟ الزوالي مكروه. خديجة خاطر خذات راجل مبسوط ولا تعززت قلبك؟ يا لله من أول هذيك سعدها قوي مالا عطيتوها للرئيس نور الدين وما أدراك. أما أنا عطيتوني للهم وحتى الهم مرضى بيا. وانتي شبيك ما عادش تجيه؟ حتى أختك ليه ما عليك؟ ما نجيش، كل ما نجي توجع لي قلبي، من اللي ندخل للي نخرج ويا شوسي نور الدين جاب لي نروح قلبي مريض منها ومن سي نور الدين متاحة. إيه يا بنيتي اللي ما يدري يقول سبوقنا، حتى أختك علتها في قلبها قد جبل. علاش خاصها؟ جاك شوية كي السبعة بنيت التوى في رقبتها لفرحت بوحدة منهم. هي عاد هذاك من خصة عقلبوه، كان جا رجل يعقل راهو بنياته متهنين كل واحدة في دارها. مكتوب يا بنيتي مكتوب. مكتوب وزيد العبد معاها شوية ماله. كان جاه الزوالي تردو، كان جاه يتيمي تردو، وكان جاه حد يحط له قمر هكا في وجهه يهرب ويقول عدولي ماله. بربي سامحني يا أكل يابس، أشكون بش ياخوها؟ إش كان عليه لو كان أعطاك الصغار؟ تبر له واحدة ولا يبر له السبعة؟ وه تحب قمر تعمل في روحها سبة؟ بانقص يا أخي من قلة البنات اللي عنده. وه يا بنيتي مكبر كلامك، وه تدعي بنت أختك بنية صبية مدى يديتها للحنة. استنى يا عود يابس حتى ديك الحنة من قابس. زيد والله زيد، تكره أختك وتكره رجلها وتكره بناتها وما تحب لهم تلقي. هما يكرهوني وما يتقونيش. عجيب يا دليلة، قد ما عاونتك أختك شي بالسرقة وشي بالجهار، وقد ما عاونك نور الدين وما تراش بيه. فاش عاونوني؟ على كعبة الحوت اللي يجيبهم من وقت للوقت. اش عملولي وقت اللي راجلي مشى وهج وخلاني والملاك طردني وانا ولدي عمره عامين؟ اش عملت لي اختي نور الدين؟ يا بنيتي وجعت لي راسي، والله وجعت لي راسي. يا مني درت لها سدت عليا الثنية، جاه ربي قيني قيني متوارخ القديمة. ما عادش تقولي يحبوني، لو كان ما جاش لحبيب وفاطمة لوستي يرحمها، والله راني طيشت في الشارع 9 سنين هزيني على كفوف الراحة أنا ولدي، وزاد قسم دار واعطاني هالنقبة نعيش فيها. أما أقرب لي يا رجل لوستي ولا أختي؟ عسلام أمي مني. عسلام عسلام عسلام. شنو أحوالك؟ الحمد لله. 55 على بنتي، سلمك العوينات يا لالة. عايشك أمي مني. أمشي عاد لالة تخزن في بيتك أه؟ وين نجيب لك العشاء حتى ليديك للا. يا دليلة بنيتي أخت الطفلة راهي أمانة في رقبتك. احنا اش على رقبتي وإلا في قلبي؟ الله يهديك يا بنيتي، ولا حبيت تنسى. منين باش ننسى؟ ها والطفلة نهار وطول وهي في خليقتي، كل مراها النار متاعي تشعل. علاش ما تعطيهاش ليحيى ولد لوستك وترتاح منها؟ تماش ما تبرد النار اللي لهبة في جيشك توا 12 سنة. علاش يا اخي هو جا خطبني وانا قلت له لا؟ اش بي قايمة؟ هكا هو فيه البركة. اختي واختي وحتى نوصل قبل المغرب. يا لله مزروبة غادي روا عشاكم باللحم، اما هوني شكشوكة عاد ما ترضاش بيها. بقيتك على خير. بالسلامة. سلم لي على جابر وبوس لي امين وقول له راهي ماماتك توحشتك. يعيشك يا يعيشك. هيا سايس روحك في لا ماء. ها لله تربح دربه بحبيب، نظف الدار ونطيب العشاء. بربي تا
تهنى حتى يحيى مش غادرة وغفران معايا. خلي بنتي هنا وانتي ان شاء الله تشق الخلاء انتي ويحيى متاعك. حسن هي ويحيى. اسمعني انتي مكبوبة سعد يا اخي، وين تقول لك الرومية هيا تقولها هيا قد ما وصيتك. امشي امشي اقلب وجهك عمل دروسك. فاروق متكستي للبحر. هاي تفضل. أول مرة نشرب كاستاي من يد الدكتور. عايش ولدي غفار لمبارة انت على رئيس نور الدين روحتش. روح خلينا نامي يبطو في الحوت قدام الديوان. ملا خليني نوصل للدار نشوفك الطفل شاكر يستحقش حاجة. أما ترجع تتعشى انت وياه هوني إن شاء الله. سامحوني خويا رشيد، أنا نبقيك بخير. أنا بخير يا راجل، اقعد تمشي تنصب العشاء ونتعشى وناس كل مع بعضنا حتى جماعة البرج جايين. منجمش نسهر معاكم الليلة، نخدم وزيد الكسكسي في الليل يقلق هكا. أعطيني شوية لحم نعملها مشوي. فهمتك، ديما أنت برنامجك واحد. هاي شدك دقيقة ونجيك. غفار اش عملت في القضية متاعي؟ شنو يا بحري توا ما تشوفين القضية؟ القضية انت وعدتنا ومانيش نادم كلام كلمة هاك تسلها لي. باهي باهي مشيت معاك. شد هاك هات الله عليك. هاي بحر اوكي قصيت لك طرف الحم على كيف كيف. زيد معاك خويا رشيد وحدك كاتبو سيل. عايشك. هاي نخليك بخير. اختي عفيفة في الامان ان شاء الله. مبروك. يسلمك. البنات وينهم؟ كان على بنتي هيك في بيتها وبنت الرومية عاد راي سارحة في ملك ربي. وين مشات؟ وانت تعرفها تقولي وين تمشي ما راي تحوس معك الفرخ عجب ولدختك. يحيى ولدختي اليوم يروح الثمانية، فرخك انت يروحش يخدم نص وقت. اسألني كان على روحي. غفران غفران. عسلامة بابا. عسلامة بنتي. عايش اختك وين مشات؟ مشيت للدار بابا حبيبي طيب في العشاء. برد مشي اقرا دروسك. ماله غادي تمشي الطيب وتمسح وتسيق، اما هنا عملت لي مغناني تقتل فيا عرق بعد عرق. مش فيها كان عاونتهم ما يستاهلوش زعما. كان على يستاهل وما يستاهلش، انت بالذات ما تستاهل من عندي حتى شيء. تشربت الماء حرام فيك. ندخل نتكب نرقد خير. كي احضر العشاء نقيمك. لا ما تقاومنيش مازال فيها من عشاء. أو على دخولي وكلتني البخس.